على فيسبوك تداعوا، وأمام وزارة الإعلام تجمعوا لإيصال رسالة دعم لحرية الصحافة والإعلام في لبنان. هي منه موضوع كرم إبراهيم، هو موضوع انتهاك لحريات العامة بلبنان، لحرية التعبير بلبنان. الشعب اللبناني بالآخر انهان اليوم. قد يكون هناك خطأ ما، نحن نتمنى على المحكمة الدولية تتخذ كل الإجراءات القانونية اللي تكفلها، بس بطريقة إنه ما نوصل لمحال نكون كسلطة وصاية أو كمحكمة منتدبة للبنان. السؤال الكبير اليوم يلي بينطرح هو كيف بده يكون انعكاس هالنوع من المحكمة على أي صحفي عم يشتغل بلبنان، بغض النظر شو الموضوع المطروح. الرسالة اليوم يلي توجهت رسالة بتخوف. أنا طالبة إعلام مشاركة اليوم لأنه صحافة قلم حر، ما لازم حدا يقمعه. إلى جانب الشباب وقف عدد من الإعلاميين والسياسيين، وكل منهم جاء يبعث برسالته الخاصة. وسائل الإعلام اللي عم تلاحق اليوم ساعدت المحكمة أو ساهمت مع المحكمة بتصويب كثير من المسارات اللي مشت فيها بشكل مخالف للهدف الأساسي اللي أنشئت من أجله. هيدا الأمر عم يتكرر، وهيدي الوقفة ضرورية حتى ما تتكرر معك كال بي سي أو مع تلفزيونات تانية أو مع جرائد تانية. تحركنا إعلامي بحت لدفاع عن مؤسسات إعلامية، وهذا التحرك الإعلامي لا يناقض دعمتنا لكشف الحقيقة. بهدوء بدأت وبهدوء انتهت هذه الوقفة التضامنية التي يبدو أنها لن تكون الأخيرة.